بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أخوكم الدكتور حسان حويت، معيد في قسم علم الأمراض بكلية الطب في جامعة أم القرى، ومبتعث إلى جامعة بريتش كولومبيا في مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية. حبيت أني أتناقش معكم اليوم في هذه العجالة السريعة عن تخصصي علم الأمراض. علم الأمراض من ناحية هو أحد المواد الأساسية التي تدرس لطلاب وطالبات الطب في السنة الثالثة والرابعة، فهو يعني بدراسة آليات أو آلية حدوث المرض، وكذلك التغييرات التي تطرأ على العضو المصاب، سواء ما يرى بالعين المجردة أو ما يتم فحصه تحت الميكروسكوب. أما في المستشفى فعملنا متمركز حول التشخيص المجهري للشرائح، فنحن ليس لنا أي علاقة مباشرة بالمريض أو تواصل مباشر مع المريض، وإنما نعمل للتوصل للتشخيص دقيق لحالة المريض ومساعدة باقي الأطباء في المستشفى للتوصل للتشخيص المناسب، ومن ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة للمريض. مدة الزمالة في تخصص علم الأمراض تقريبا 4 أو 5 سنوات، وهناك نوعين من الزمالات: علم الأمراض التشريحي أو ما يعرف بالأناتوميكال باثولوجي، وكذلك علم الأمراض الكلينيكي أو ما يعرف بالكلينيكال باثولوجي. فالنوع الأول اللي هو تخصصي أنا بالتحديد، فهو يتمركز حول دراسة الأنسجة بالعين المجردة وفحصها تحت الميكروسكوب. أما بخصوص النوع الثاني اللي هو علم الأمراض الكلينيكي أو الكلينيكال باثولوجي، فهو عبارة عن مزيج من الأناتوميكال باثولوجي مع بعض التخصصات الأخرى مثل الميكروبيولوجي والهيماتوباثولوجي والبيوكيمستري. بالنسبة لإيش الفرق بين التخصصين، الكلينيكال باثولوجي هو عادة يتعلق بالأعمال الإدارية في المعامل أكثر من الأناتوميكال باثولوجي اللي بيكون مركز حول تشخيص الحالات المرضية تحت الميكروسكوب. فيما يتعلق بسوق العمل، طبعا تخصص علم الأمراض هو أحد التخصصات الصعبة والنادرة، ليس في المملكة العربية السعودية فقط بل على مستوى العالم، فهو تخصص دائما مطلوب في أي مكان في العالم. أتمنى أن أكون أفدتكم في هذه العجالة السريعة، وشكرا جزيلا.